اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ومن عصاني
ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.